ربما لا يعرف الكثيرون شيئا عن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، والذي أوقعته القرعة في مواجهة الأهلي والزمالك إلى جانب ليوبارا الكونغولي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا. يعد أورلاندو واحدا من أقدم الأندية الجنوب إفريقية، حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1937. الفريق استطاع تحقيق بطولة الدوري المحلي 4 مرات، وحقق بطولة الكأس المحلية 7 مرات، بينما فاز بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي مرة واحدة. أورلاندو بايرتس لم يخسر سوى مباراة واحدة، وفاز في 5 خلال مشواره الإفريقي هذا الموسم، حيث استطاع إقصاء مازيمبي الكونغولي بعد أن فاز عليه في مباراة الذهاب ب3 أهداف مقابل هدف يتيم، ثم خسر في مباراة الإياب بهدف مقابل لا شيء. أنهى أورلاندو الدوري المحلي هذا الموسم محتلاً المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن كايزر شيفز صاحب المركز الأول. القراصنة كما يطلق عليهم لم يستطيعوا الصمود في بطولة الكأس الجنوب إفريقية هذا العام، بعد أن ودعوها في دور 16 على يد فريق جامعة نالوزي أحد أندية القسم الثاني. أورلاندو بايرتس يحمل من الطموح الكثير، فهل يشكل خطورة على قطبي الكرة المصرية ويكون الحصان الأسود لنسخة هذا العام؟